جاد الشن أمين عام المجلس المحلي في المحافظة بدء العام الدراسي في 2015-2016 ميلادية للمرحلتين الأساسية والثانوية. إلى التفاصيل. دشن اليوم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة فهد دشوش ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي الأشول بدء العام الدراسي 2015-2016 لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، والبالغ عددهم إجمالا أكثر من 340 ألف طالب وطالبة بعموم مديريات المحافظة. دشنا اليوم العام الدراسي في محافظة حجة ونحمد الله، هناك إقبال كبير رغم ظروف الحرب والنزوح الذي يعاني منها أبناء المحافظة. نتمنى إن شاء الله، وهذا بيعطي رسالة للآخرين، أن الشعب اليمني لن يموت. عملية التعليم ستستمر، وأبنائنا سيستمروا في العطاء، ومدرسينا سيستمروا في العطاء، والشعب اليمني سيستمر في الحياة. أمانة، ونحن في بداية العام الدراسي وجدنا إقبال كبير من أبنائنا الطلاب والطالبات، سواء في الشهادتين الأساسية والثانوية، وأيضا الالتزام بالانضباط الوظيفي من قبل الإدارة المدرسية والمعلمين والمعلمات. ولا يسعنا إلا أن نشكر كافة التربويين، سواء بالإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الذين كان لهم دور كبير في الدفع بأبنائنا الطلاب. الطلاب النازحون المقدر عددهم بأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، تم استيعاب الكثير منهم في مختلف مدارس المدينة والمديريات المتواجدون بها كإجراء فوري يسعى فيه القائمون بالعملية التعليمية بالمحافظة إلى تمكين هؤلاء الطلاب من مواصلة تعليمهم لهذا العام. الحمد لله أنه تم استيعاب عدد كبير من النازحين اللي انتقلوا من المديريات المواجهة في مديريات حرب وعبس وميدي وبكير المير في مدارس مدينة حجة، وإن شاء الله تستمر العملية التعليمية ويستمر العطاء وتستمر الحياة، برغم أن العدوان يريد منا أن ننقص أو أن نتراجع، لكننا نتراجع. اليوم الأول للعام الدراسي شهد حضورا مميزا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، رغم ما تعانيه البلاد عموما والمحافظة خصوصا من عدوان همجي بربري وتحليق مكثف لطائرات العدو آناء الليل وأطراف النهار، ليرسموا بذلك أروع لوحة للصمود والإباء، متسلحين بأقلامهم وكراساتهم في وجه أسلحة العدو الفتاكة والمحرمة دوليا. سنواصل تعليمنا مهما تواصل هذا العدوان، فإنهم لن يستطيعوا توقيفنا عند هذا الحد، فإننا سوف نتعلم ونكمل تعليمنا، فنحن لا نخاف منهم ولا من طائراتهم. يالله يا من أنت الخلق ستار، جعلت أرزاق العباد في سماها، أنت المهيمن فوق ظالم وجبار، تهتم عروش المعتدين من أسسها، زلزل ودمر عرش سلمان والدار، وابجع قلوب المعتدين من بنيها. إذن يستمر الصمود اليمني في مختلف الجوانب والأصعدة، وإن كان هؤلاء هم أطفال اليمن فما بالكم بصمود رجالها ونسائها. إبراهيم هاشم لقناة اليمن الفضائية، محافظة حجة.